السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم. اليوم ان شاء الله غنشارككم كيفاش انا كنظم الثلاجه ديالي. دونك باش ملي كتحليها كتبان لك واحد المنظر ديالها جميل، وكيبان لك كلشي، كيبان كلشي منظم. دونك كتحبي حتى انت انك يعني ملي تحليها ما كتبقايش تخربقي اي حاجه كتبغيها كتحتاجيها، كتبان لك موجوده. دونك ملي انا بديت انني باش ننظم الثلاجه، هو انني خديت هاد الشباكي، هما هادو هاد الشباكي. دونك خديتهم انا الفوقي، مثلا النعناع كناخدو، ها هو النعناع، النعناع كناخدو كنقيه نشفو في ديك النشافه ديالو، وكان عاد نديرو في لابواط نغطيه بواحد الكاغيط ديال مي ديال البابي سولفيغيزي ديال بابي دو كويزين، كنغطيه من الفوق. وبالحق حتى كنشفو كنديرو في لابواط، كيبقى لي حتى اون سومان كيبقى لي مزيان. دونك قلت بان هاد الشباكي كيساعدوني بزاف على التنظيم ديال الثلاجه ديالي. وهاد الفراشات انا باش ما نخليش الثلاجه كتبقى ديريكتومون من هاد الزاج كنحط الحاجه، دونك كنفضل انني كندير هاد لي غولو، هذا الى جو طابل كنفرشو فوق الزاج كيبقى لي الزاج نقي. وحتى لو انا دفاسون انا من نهار دونك صافي دابا واحد شهرين وانا دايره هذا، دونك سي نورمال لان الثلاجه تشعلات اكثر من الوقت ديالها بلات يعني بقات مفتوحه. اذا كما قلت لكم يعني تقريبا واحد شهرين وانا عندي هذا مفرشاه، ما توسخ لي ما خرج ما يعني ما خسر ما تقطع الموقع له حتى شي حاجه. دونك بقى مزيان. هذا رأيي دير بحال هذا، اش كيقولوا، بحال واحد الفرشي رقيق كنشريو ملي كتشري شي ثلاجه ولا هذا، كتكون مغطي بها لو كادغ دون بحال داك الشكل، مي هو تحت في المنظر ديالو نتوما كتشوفوا راه فيه لو دوغي اي لو فيغ، وكيتباع ان غولو. شي عرفتي بحال راه كنت درت لكم واحد لا فيديو على مشترياتي بخمسة دراهم. دونك هاد لو غولو راه من ضمن المشتريات اللي شريته من عنده، ستة غولو اللي فيه ما عرفتش انا شحال فيه من المترو، ولكن من ضمنهم خديته بخمسة دراهم. بالنسبه انه غادي يبقى لي الثلاجه، غادي يخلي لي داك الزاج ما يتوسخ ما والو، دونك بالنسبه لي خمسة دراهم هو رخيص. دونك خديت هاد الشباكي حتى هما خمسة دراهم الوحده. دونك حتى درت استعملت الفوق لي جو، كنحط لي جو وفي ليطاج الثاني هاد الشوكولا الفرماج وداكشي حتى هو كنديرو في هاد الوسطاني. ولي بواط درت في لي بواط، انا ما لقيتش في هذا اللي حدايا ما لقيتش عنده هذيك لا بواط اللي كيجمعوا فيها البيض، والثلاجه عندي ما عنديش البلاصه ديالها، ودوك الطباعي داك لو بلاستيك اللي كيكونوا فيه خاص بالبيض ما هذاك ما لقيتوش. دونك غير ما قلبت، ولكن الا قلبت غادي نلقاتو. دو فاصون انا بالنسبه ليا منين مثلا جبت البيض درتو في هاد لي بواط، كنت شريته من ايكيا. دونك هاد البواط بقاو عندي سي بلو كونسيرفي، و قلت بان هاد ليطاج كلشي قريب فيه، كلشي كنحطو قريب. مثلا الا بغيت مثلا شي حاجه شنو كندير، كنجبد هادي كامله وكنحطها في الطابله، وداكشي ناخذو لو فرماج كونفيتور داكشي اللي غنحتاجوه، كنعاود ملي نسالي منه كنعاود نرجعو دائما في نفس الشبكه. دونك هنا الزيتون حطيتو تري بروش لانه قريب. هنا كذلك هنا درت هنا هاد ليطاج دايره فيه توسكي ليتي بحال الفرماج لا كريم فريش، الفرماج غابي، الفرماج ديال لي ساندويش، الزبده. بالنسبه لهاد ليطاج حتى هو درت فيه الزبده، وهنا درت دانون. دونك مشتقات الالبانيه كلها دايرها في هاد ليطاج، و تري بروش قريبه ليا. دونك هنا كنت شاركت معكم هاد القريعات،
كون شريته من عند هذا اللي قلت لكم، راه ديجا كنت درت لا فيديو ديال 2 ا 5 ديغام. دونك هذا هادو هما القرعات خديتهم عندو ب 5 ديغام. كذلك درت فيهم الحليب ملي كان مثلا ملي كان، حيت انا عاده كناخذ الحليب ديال الغبره، دونك كنخلطو. لا شط لي الحليب كنديرو هنايا. دونك هذا ديراتي ان دي ماكيون اللي كنت استعملته بوغ قلت بان هذا كنت استعملت فيه هاد لو دي ماكيون ديال دي ماكيون ديال ديال كنت درت لوسيون كنمسح به وجهي، هو بالماده الطبيعيه. وهنا صافي دايره هاد القرعه حيت كناخذ لي كونسيرف ديال لي شامبينيون، ما كنخليش في الحك بيسكو انا يلاه اليوم كنت تقديت. دونك مازال ما خويتوش، هنا كنخوي لي كونسيرف كلهم كنخوي في هاد القرعه، كما صا كيبقى عندي الاستعمال سهل. دونك بالنسبه للماء، علاش قلت لكم انا الماء راه ما كنديروش في 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 هنا في هاد البلاصه. دونك ديجا عندي هنايا الماء، كنعمر هادي بالماء باش كنستطعوا اننا يعني نستعنوا بالماء غير من برا ديال الثلاجه، سي با لابين باش كتكون عندي القرعه من الداخل. دونك هادي مساله مهمه بالنسبه للصيف. دونك بالنسبه لهاد ليطاج اللي كاين لتحت، مثلا انا دايره فيه هذا لي كرواسون، دايره درت عاوتاني باش نحمي الثلاجه ديالي تبقى مثلا نقيه. خديت هذه الشبكه، خديت هذه الشبكه ودرت هنا لي توست تي بان شوكولا و لي بتي با لي كرواسون، وهنا الخبز العيش. دونك هنا هاد البلاصه سي كونسيرفي، هنايا درت فيها اي حاجه كتعلق بالخبز، لي فون دو طارت وداكشي درتهم هنا. بطبيعه الحال دائما كنستعن بهاد الشبيكه، الا بغيت شي حاجه نجبدها كنهز يا سوا غادي كناخذها ديريكتومون، شوا كنقبض هادي كنخرجها من الثلاجه وكنستعن بالحاجه، كومسا كتبقى لي الثلاجه نقيه. هذا سي لورغانيزاسيون ديال الثلاجه ديال فوقي. بالنسبه لبنات لو كونجيلاتور باغ اكزومبل، انا مثلا هذا كيكون عندي التموين اللي كيدي لي شهر اونتر ان موا اي مثلا 25 يوم. بحال باغ اكزومبل مثلا غديت اون غروند كونتيتي ديال الكفته، كنقبط هذه الكفته كنقسمها اون دو بارتي، سواء اون دو بارتي سواء اون تخوا بارتي، على حسب المستلزمات ديالك. دونك كنشدهم كنقبطهم كنديرهم في هذا البلاستيك، هذا راه كيتباع كيكون هو معقم. ومثلا لا داند باغ اكزومبل كناخذ اون غروند بارتي كنقسمها، سواء كندير اون بارتي ديال الفيلي، اون بارتي ديال لي بروشيت، و اون بارتي كنديرها لي زيمانسي، و اون بارتي كناخذ كنديرها الفيلي دو الفيلي. دونك فوالا، مثلا هنا مثلا خديت مثلا ان كيلو اي دمي كل كونتيتي، ملي كتكون مازال ملي كتكون بيكون مازال في الثلاجه، مازال قبل ما ديريه في الثلاجه كيكون يلاه كنقسمو هكا، كومسا نهار نبغي نحتاجو ما غاديش نجبدو نخلي الديكونجلا كامل عاد غادي نجبدو نو. كنجبد هادي وكنقسمها على النص بالموس، وكنعاود ندير ميكاسيو الفاريزي، وكومسا كتبقى لا لوتر كونتيتي كتبقى كونسيرفي. دونك كذلك بالنسبه للحام، كذلك بالنسبه للفيلي ديال لادان. دونك فوالا، هذا ليطاج دايره فيه الحم. هاد لو دوزيام بيسكو الفوق كان عمر لي. دونك فوالا، هنا لي سوسيس قسمتهم فين ما نبغي شي حاجه غادي نجبدها نديكونجليها، ما كنعاودش عاوتاني نقلب على ما كنعاودش نقلب على نجبد مثلا لا كونتيتي كامله ولا هذا. دونك قبل ما نديكونجلي اول ديكونجلاسيون كنقسمو ويبقى تقسم ليا اون دو بارتي. هنا مثلا كندير اون بواط اللي بحال باغ اكزومبل، دابا عندي دي فريز ديرهم
تكونجلاو بيسكو دابا الفريز رخيص. سيت اون بوتيت بارتي اللي كاين هنا ماشي كثير، ولكن ان شاء الله انا مازال الاستعدادات الرمضانيه ان شاء الله وباذن الله الله يدخل عنا بالخير. غادي ناخذ لافوكا كندير دي ساشي كونسير، شويه ديال كندير دي ساشي ديال البنان، دي ساشي ديال قلت هذا ديال الفريز ديال الكيوي، كلشي. ولا كديري ا ميلونج دوت دونك قلت بان هاد ليطاج كندير بان هاد ليطاج كندير فيه لي سوبسيس كنقسمهم اون دو افون لا ديكوك افون لا كونجيلاسيون. ملي كنبغي نجبد كنجبد سولمون لا بارتي اللي غنستخدم اللي هي هادي بوحدها كنخلي لوط. دونك بالنسبه قلت لكم هنا مازال انا ما موجدتش هادشي ديال رمضان بوغ لي جو. دونك هنا بقى لي واحد شويه الفخاز درتو هنا مغسول ومنقي درتو في هاد لابواط، مي ابخي ان شاء الله غادي ندير غادي ناخذ البنان غنديرو نخلط معاها كلكو فخوي وندير دي ساشي تاع البنان ديال لا كيوي وديال الفخاز سورتو الفخاز. البنان موجود عندنا سي با شير دو تو، زعما ما غاليش بالنسبه للفخاز 10 دراهم كيكون الواحد ياخذو دابا وكونسيرفي. دونك بالنسبه لو بولي بوغ لاستون مازال ما زدتش لو بولي انا كنقبطو فحال هكا كنغسلو وكنقطعو، لكن اللي كنخليها توتونتيي اللي كتكون معوله مثلا شي نهار غادي نحمرها كنغسلها بالماء والملحه والحامض ونغسلها مزيان ونشللها وعاد نديرها في بلاستيك اللي هادي قلت لكم ديال الثلاجه ديال الكونجيلاتور وكنديرها في كنغسلها ونديرها في الثلاجه. الا كنت مثلا الدجاج اللي غادي نقسمو دونك بطبيعه الحال انا كنقبط دجاجه وكنني كنغسلها ونرقدها في الماء والملح والحامض ولا الماء والملح والخل وكنغسلها مزيان بسكنجبير. كنقسم لا موتي اللي كنقسم الدجاجه اون دو بارتي، يعني اون دو بارتي النص كنديرو في هذا النص كنديرو في الكونجيلاس في ساشي اي لوتر موتي حتى هي كنديرها في ساشي وهكا كيبقى عندي كلشي فخاش. دونك هذا حتى هو كنخليه في لابواط هادو لي لونغيت ديال لو بولي. بالنسبه لو كونسيرف ديال ماتيشا ديال الحك كبير، انا منين خديت اون كونسيرف ديال الحديد مي انا درتو في القرعه ديال الزاج ودرتو في الكونجيلاتور باش يبقى لي نقي. بالنسبه لهاد التحتاني دونك انا دايره فيه غير هاد الشيء ديال درت الثلج، ولا بقى لك شي حاجه اللي من الممكن انها تديرها في الكونجيلاسيون دونك كديرها كنديرها هنايا كنخلي الحمص مثلا انا غسلته رقدته ومنين يرطاب لي راه كنديرو في هاد لابواط كيبقى ليا. وهنا الربيع القزبر معدنوس اللي هو عرفت كيما النهار اللي كنتقدا كنجمعو كامل كنغسلو مزيان كنقردو كنديرو في لابواط. والساشي راه هو اللي دايره فيه هاد الساشي هو اللي دايره فيه دايره فيه الكرافس. دونك هذا هو النظام اللي انا مستعمله في الثلاجه. كنتمنى يكون راكم مازال ان شاء الله مازال غادي ندير واحد التوجيدات ديال رمضان ان شاء الله. داكشي كاع اللي كنوجدو غادي نديرو في واحد لا فيديو اللي كنوجدو خصو يبقى في الكونجيلاتور ان شاء الله. غندير واحد لا فيديو ونشارككم معايا. دونك كنتمنى بان تكون راقتكم ها راكم هذا التنظيم وهاد الطريقه انا باش كنستعمل لو كونجيلاتور. دونك الى الملتقى وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير البروشان فيديو ان شاء الله. باي.